3 وجبات في اليوم. لما نصحى من النوم التانية غدا نص اليوم التالتة عشا كده مهضوم. 4 بيكملوا وجبة هما بروتين وخضار فاكهة قشر وخضار نشوية طاقة للأبطال. بالزيت بالسمنة تتعبني مشوي ومسلوق يعجبني والسكر ده بجيبه من الفاكهة وخضاري كده كده في الأكل لو أكل مفيد يلزمني ورياضة أكيد تأمني والمية أشربها طول يومي وتمانية هم ساعات نومي وبعيد من الأول تاني. كل يوم جديد مهم لصحة ولادنا علشان كده هنلف مدارس مصر نكشف ونعالج بالمجان أمراض سوء تغذية ونشوف جيل بكرة يكبر بصحة. مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس. حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة.